بدنا نحكي اليوم عن مشاكل الحنك. أنا طارق عامل حادثة من فترة، كم سنة عامل حادثة؟ 2 years. 2 years، من سنتين، وعمل الحادث كثير مشاكل بجسمه وعالجني، بس صار في عندنا مشكلة الحنك. هلا طارق بس يفتح فمه فتح فكه، لاحظته بيفتح بعدين بده يعمل سايد ليرجع يركبه محله. ليش؟ لأنه هون العظمة ميت اليمين، الحنك ميت اليمين، ما منه راكب محله. جاي افتح بليز، سكر، مش بالزجزاج. هو المفروض الحنك يفتح ويسكر من دون ما يعمل زجزاج. بعد مرة بليز، سكر، اوكي. سو بدنا نشتغل له، نجرب نركب الحنك محله. هيدا الحنك عم يعمل لك وجع راس مزبوط، ودوخة، دوخة فيها، اوكي، وقلة تركيز. قلة التركيز كمان بدنا نعمل السلايدنج تيست تبع الحنك. الحنك هو ببلش هون وكل هاي العظمة اسمها حنك. سو طلع منيح، بيروح الحنك هيك بس ما بيزيح الميل. ليش؟ لأنه هون زايح معلق. كمان 3 أشهر الحنك هون بيزيح، هون بلوك. اوكي، افتح بليز تمك على الاخر. اوكي، كم اصبع بفوت؟ فينا نشوف بليز بهالايد، فرجيني كم اصبع بفوت. اوكي، ترابيا الحنك لما بفوت 3 أصابع، يعني الحنك فانكشنال، يعني عم بيأمن وظيفته، يعني عم بيقدر ياكل بكل ريحه. بس هذا ما بيعني انه الحنك طبيعي، لانه هون بعد زايح. هلا مفروض من بعد ما ركبه محله يفتح 4 أصابع. اوكي، يا نرخي شوي بليز. رح نعمل شيء اسمه تي ام جي مانيبيوليشن. افتح فمك شوي. اوكي، عادة ما بنشد هالقد، بس لانه طارق بادي بيلدر بيحمل اسم الله. افتح فمك بليز، سكر شوي، سكر شوي شوي. اوكي، طلع فيه، رخي فمك شوي. انا رح شد لجوا هيك، شد عكسي هيك. ايه شد شد طارق، شد طارق. بس رخي، توجع شوي صغيرة هي هيك، دمعت عينه لأنه على البرشر. افتح فمك بليز، يلا افتح افتح، سكر. هلا كمان بدنا نعمل مانيبيوليشن ثاني. 2 3 4، رخي، سكر، افتح، سكر، افتح، سكر، افتح، هلا سكر ثاني. اوكي، فوالا، رخي اعصابك بليز. العمام مش اسمه كومباكشن تكنيك، يعني بنقرب الحنك على المينيسكس، يعني الغضروف تبعوته كمان يرخي، ما بقدروا شادين الاوتار على العظمه. اوكي، افتح، سكر. اوكي، كمان افتح، سكر شوي شوي، سكر، افتح، سكر، افتح، سكر، افتح، سكر، افتح، سكر، افتح، سكر، افتح، سكر. اوكي، لا اوكي، رح لك شوف تعمل. افتحنا نشوف هذا. اوكي، صبي لاحظت انا صبيع قبل صبيعك. ايه، ففتح فتح كثير كثير حنك، which is very good. كمان سكر شوي، افتح، سكر شوي. اوكي، رخي اعصابك، رخي، ريلاكس. ما فيها كثير اكشن تكنيك الحنك. افتح، سكر، افتح، سكر، افتح. اوكي، انت عم تعمل بروفوكيشن لإله ليفتح عليه. اوكي، جاي افتح، سكر، افتح، افتح شوي، سكر. اوكي، افتح 3 أصابع، سكر 3 أصابع انت بليز. اوكي، هي سكر. اوكي، افتح شوي. اوكي، كمان افتح شوي. اوكي، افتح، سكر، افتح، سكر. هلا صار فينا نقول مسافة 3 fingers اللي كنت تفتحها قبل
صار نورمال، ما بقى عم بزيح. اوكي افتح سكر، افتح اوكي افتح سكر. اوكي سو فينا نعتبر انه صار سيمي نورمال. يوجوالي بتاخد العلاج بالحنك سنة ونص تقريبا. نحن بظرف خمسة دقايق حلينا ثلاث ارباع المشكلة، which proves بتعرف واحد يعمل تشخيص مظبوط ويعمل the right techniques you don't need هالقد علاجات سنة وسنتين وما بعرف شو. Okay, so it's just about the right technique and how to find it and how to fix it.